الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله. الناس توسع الحلقة إن شاء الله وما في شيء إن شاء الله. الناس توسع الحلقة وما في إلا الخير إن شاء الله. الناس توسع الحلقة. الناس توسع الحلقة إن شاء الله وما في إلا الخير. والناس تهدى وتروق. الزول البكوريك ده ما أصلا زي ما قال أخونا محي الدين الجاري تحديث الرسالة. فأنت خليك عادي ما تشتغل بزول. والتوحيد ده أصلا كده، ده طبيعته كده. عادي يشاغلوك يضربوك ينبزوك يشتموك، ما تشتغل بزول. فخليك عادي وخليك رايق. ونحى الزول البكوريك ده ذاته داري الله والخير، والله. لو ما داري الله والخير ما جينا من هناك. ولا وقفنا هنا. ما كان نقعد في بيوتنا ونقول إن شاء الله تحرك، لا. ربنا قال في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالحلقة دي أساسا قائمة لدعوة الناس للتوحيد. دعوة الناس للتوحيد. وشوف عشان ما تلف وتدور وتكورك، لو ما عندك توحيد لا بيقبلوا لك صلاة، لا صيام، لا حج، لا بر والدين، لا صلة رحم، ولا حاجة من الأعمال الصالحة. لأنه التوحيد أساس. التوحيد أول ما الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بجوز لك ثاني مع الله تجعل لك ند، لا في دعاء، لا في خوف، لا في توكل، لا في غيره من الأمور التي لا يصرفها الإنسان إلا لله تبارك وتعالى. وفي الحلقة دي نقول للناس، كل الناس والمستمعين والمتحدثين، كل الناس تفك. لو ما عندك عقيدة في مخلوق، ولا عندك عقيدة في قبة، ولا عقيدة في حجاب، ولا في صورة، ولا غيره، تخليها كلها وتتوجه لله. الكلام ده بزعي الزول؟ ما بزعي الزول، إلا زول في قلبه في جنو مرض، لأنه ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فربنا قال في القرآن: يا أيها الناس، الكلام ده لمنو؟ الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني أنت عارف يعني شنو اعبدوا ربكم؟ أي حاجة تصرفها لله، الدعاء لله. ربنا قال في القرآن وفي آيات كثيرة جدا، ربنا أمرك تدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله قريب قال لك وبستجب لك. لكن الميت المدفون اللي له 200 سنة تدعوه كيف؟ وهو ميت محتاج لك تدعو له. وفي كفنته وغسلته وشلته في المغابر في العنقريب وشو ودعيت قلت اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. كيف تاني بعد ما تدفنه بعد سنة ولا سنتين تجي تشكي له: أبويا الشيخ المرأة ما وضعت، أبويا الشيخ الأولاد عيانين، أبويا الشيخ. ده كله ما في في الشريعة الإسلامية، ما في، بل هذا من ضروب الشرك بالله عز وجل. فربنا قال لك ناديني. وتعال يا أخي نسألك سؤال منطقي، أنت ما دار تدعو الله ليه؟ الله غني والله حي والله بيده خزائن السماوات والأرض. أي حاجة دائرة عند ربنا، أي شيء. ربنا قال: وإن من شيء، أي حاجة يعني، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله شنو؟ أندادا. يعني شنو ند؟ أقول لك ده نديده، يعني قريب منه أو مساويه، صح؟ تجعله نديد، تنادي الله وتنادي معه عبد الله، تدعو الله وتدعو عبد الله، تستغيث بالله وتستغيث بعبد الله، تضبح لله وتضبح في عند قبة الشيخ فلان، وتتوكل على الله وتتوكل لك على تميمة أو حجاب تعتقد فيه إنه بيدفع عنك الضر. يا ما كثير في ناس معلقين حجابات، في ولا ما في؟ في. والآن نطالبك الآن، لو ربنا مقدر لك خير الحجاب، لو مقدر لك شر، ربنا لو كاتب لك تضربك عربية، لو ربنا كاتب لك تضربك عربية، هل الحجاب يقدر يصرفه عنك وربنا كاتبه يصرفه؟ ما يصرفه. ليه؟ لأنه ربنا قال في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. عشان كده يا أيها الناس قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنت تعلم إنه الزول الميت ده
ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا قال في القرآن، هذا لك القرآن، نحن ما عندنا حاجة غير القرآن. القرآن ده شوف، طب القرآن ده يظل بنظف القلب، والله لو دار قلبك ينظف اسمع القرآن وما تكورك، اصبر على القرآن ده فيه آيات، والله آيات زي الصواعق تنزل على قلوب المرجفين وعلى قلوب الذين جعلوا مع الله أندادا. ربنا قال في القرآن واسمع الآيات دي، ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شفت الضبان اللافي كثير ده بتاعي فيه من شمال ده، ربنا قال لك اللي بتنادوم ديال ما بيخلقوا ضبانه. طيب يديك جانا كيف وضبانه ما خلقه، يديك انت جانا طول عرض، وده كله من الجهل الذي وقع فيه كثير من الناس. عبد الرحيم الزريبه زي ما كتب في كتابه اعلام الطريق في مدح ابراهيم الكباشي قال كم ادى ولد في كل بلد كباشي يربط ويحل في كل محل، كم ادى طفل غير مس وطفل. قال من غير مس وطفل، يعني لا يهبش بيده ولا بتفول فيها كده تف زي ما بيعملوا واحدين تانين. قال بديك طوالي جنة، انت قايل شرايح يا زول، ده جنة ما بدي الا الله. ربنا قال في القرآن اقرا سورة الشورى، خواتيم سورة الشورى، ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء. ده الله ولا الكباشي؟ يعني كلام ربنا صدق وكلام البرعي كذب؟ القرآن كذب وما كذبناه نحن، القرآن كذبه وده كفر وشرك بالله عز وجل، كونك تعتقد انه غير ربنا بيدي الجنة. طيب ربنا قال في القرآن في سورة آل عمران وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. دمنه ده الله براه جل جلاله، لا معه نبي لا ملك. يا أخي زكريا عليه السلام مش نبي ومكرم عند الله عز وجل؟ ربنا قال في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني دعا الله، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي شنو عاقرا فهب لي يا منو يا الله ما يا الكباش ولا يا وغيره من الجماعة بنادوم الليلة، فهب لي الهبة من غير مقابل. الهبة بيدوك ساي، الله شال منك قروش ما بشيل منك، لكن الليلة تمشي لواحد تقول له ده رجانا يقول لك جيب وقية، الولد بوقية والبنت بنص وقية. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربنا قال له بعدها شنو؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال لا اديناك ولد وكمان سمينا لك يحيى، وقبل كده ما في زول اسمه يحيى. فالله عز وجل يعطي من سأله، ربنا بيديك. ربنا قال في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وده الحاصل يا زول، تخلي عقيدتك في الله، ما ولا تنخدع ولا تأخذ لك أي طريق. شفت الطرق دي كلها في الساحة دي، ما بنأمرك تأخذ لك ولا طريقة، كلنا أنا وإنت وفلان وعلان كلنا نمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، الأسوة القدوة الذي قال الله عز وجل عنه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والذي قال في سورة الأحزاب. يا سلام، والله شفت القرآن ده بيوريك أي حاجة. شفت سورة الأحزاب أمشي أقراه، خواتيم الأحزاب هناك. ربنا قال ويوم تقلب وجوههم في النار. شفت تعرف القلب يقلبوا لك وشه في النار ليه؟ انت شوف الكلام اللي سواه مع انه مجرم. ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا. قالوا يا ريت لو نحن اطعنا الله ووحدناه وما جعلنا معاه ند وناديناه واستغثنا به وتوكلنا عليه وصرفنا له كل عباداتنا، لا طفنا به قبه، لا علقنا تميمه، لا علقنا حجاب، ولا دعينا ولي، ولا دعينا صالح ولا طالح. قال يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا. طوال اعترفوا طوال، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا شنو السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
ضللوهم في الدنيا. نحن نقول له يا زول دار تدعو ادعو الله، دار تتوكل يتوكل على الله، دار تطوف تطوف بيت الله هناك في الكعبة، دار تستغيث استغيث بالله، دار تستعين استعين بالله. الكلام ده مش واضح؟ وكلام من القرآن والسنة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. والبرع يقول لك إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. يا أخي بالمنطق، خليك عندك منطق، خليك عندك فهم. الليلة أزرق طيبة وين؟ في أسبانيا هناك ريال مدريد. فات ليه؟ قالوا عيان. طيب أنت في الدنيا هنا في السودان تكشح المساكين بفاتحة وكم تراب وكم بخرات وحجبات، وأنت ماشي تعالج هناك عند الكفار؟ ما تعالج نفسك لو كنت أصلا بتملك لنفسك نفع أو ضر. وهذا مما يدل على ضعفه وعجزه. الشافي الله، الشافي الله. وده منطق، ده منطق. انت خليك زول عندك بخ، عندك خليك زول عندك فهم، وما تتغشى، ما تتغشى. عشان كده ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن، والله العظيم القرآن ده عجيب. خلاص اقرا سورة ابراهيم. ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فدي وصية يعني ختامية، خليك عبد الله. لا لا إن شاء الله أنا أقدم الشيخ مزمل عوض فقيري، فليتفضل مجزيا مهجورا. السلام عليكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.